يخرب مطنه، راح لامس الدعم اليوم وارتجف وضرب 34-60، الآن 35-10. شوفوا الاتحاد والله أسس الدعم إلا ما رجع اختبر الفيبو الاتحاد. شوفوا الاتحاد الآن عشان كده ارتد بقوة، شوف ارتد نص ريال. هيا 35-40 هي لأنه كسر متوسط 100 بدون إغلاق، ضرب 50. الآن لو رجع فوق من الطلعة دي، لو رجع فوق 35-40 حيكشف 36-36.5، ونحن قاعدين ننتظر في الاتحاد يعبر هذا المحور ما بين 36.5-37 عشان يدخل يقلب أمه شمن كحلي. فلا قلق من الاتحاد ما داموا فوق 34-60، وحتى لو تبغوا كمان 34 ريال وخمسة هلل، هذا محور دعم، يعني هذه منطقة طلب. وشوفوا هذا قاع البولينجر برضو على الفاصل اليوم. الاتحاد جيد يا جماعة، جيد، ما لم يكسر 34 جيد، وال 34-60 هذه منطقة الطلب في الاتحاد. شوفوا من أكثر الشركات انخفاض، ولكن كأنه ناوي يرجع يختبر، والآن اختبرها، يلا إن شاء الله يرجع يغلق بشمعة عاكسة، وأحلى إغلاق حيكون لو قفل فوق 35-40. الله، حتى على الأشاميكو قال لك اختبرت السحابة واختبرت الكيجين، برضو يخترق 35-40، اخترق التينكين، ما زالت الأمور طيبة في سهم الاتحاد. شوف زي كده الآن، راقب سهمك، سيبك من المؤشر، احترم قواعد اللعبة في سهمك. إذا كسر المؤشر وكسر سهمك، أنت هنا حتضطر لاتخاذ قرار ليس بسبب السوق، وإنما بسبب يعني قرار زي وقف الخسارة أو الخروج من السهم بسبب حالة السهم. أما حالة زي كده لا، ما زالت تخلي الواحد يتمسك ويقول أبغى أدور مناورة وألعب معاها، والسهم يبقى حلو لأنه فوق 34-5.